بسم الله كيسز أقول
مش ماشي شويه مع السكن اللي سبازموتك ده، بس يمشي مع لازم يبطلش بتاع الشغل السيستم عامل كل جزء بس. برافو عليك. اوكي، من الهيستوري عندي 27 يير ده سن الهايبر استروجينيك. تاني حاجه من الهيستوري عندي باست هيستوري اوف لابوراتوري بريفيوس اوفيريان سيست. انت عمال تكتب له كده من الهيستوري انت بتقول لي 27 سنه من الهيستوري عامله اوفيريان سيست قبل كده. من الهيستوري عندي بين اند بليدنج سجستف اوف بيلفيك باثولوجي. بين اند بليدنج سجستف اوف بيلفيك كونجشن. طب ومن الاكزامينيشن يا دكتور ايه اللي خلاك تقول عندي من الاكزامينيشن في اندوميتريوزس؟ تقول له من الاكزامينيشن الفيكس الار بي اف ذيس از ديو تو الادهيشنز الالتصاقات بتاع الاندوميتريوز عشان كده فيكس. طب وايه تاني من الاكزامينيشن؟ ومن الاكزامينيشن ان الماس نفسها تندر وفيكس تندر بتوجع وثابته واللي بيعمل كده فعلا الاندوميتريوز. دي الاجابه على كلمه واي. يبقى انت جاوبت واي بكل القصه بتاعتك بس قسمتها له. هيستوري اوف اكزامينيشن فاضل لي مين؟ هو ده السؤال بتاعك، هو انت تتوقع ان ده يبقى السؤال الجاي. يقول لي هاو تو كونفيرم ذيس دايجنوزس. طب ازاي بقى اتاكد بجد الكلام اللي انت قلته؟ الاندوميتريوز ملوش غير حل واحد هتعرفه، لابروسكوبي. كونفيرم ذيس دايجنوزس بس اللي يتكلم صح عايزك تنمره لابروسكوبي اند تيك ايه؟ بايوبسي. لازم بايوبسي. وهذه البايوبسي تقول لي ايه؟ تقول لي بقى ان في عندي الاكتف اندوميتريال جلاندز وستروما والكلام ده كله. دي اول انفستيجيشن عندي تو كونفيرم. عايز تزود ممكن تقول له ان سي ام اي 25 فور فول اب مش اكتر من كده. ماشي يا دكتور؟ يبقى ده الكونفيرميشن بتاعي منظمي. وات ذا بيست مانجمنت فور ذيس ليدي؟ ايه هتعملوا ايه لواحده لسه متجوزه عندها 27 سنه؟ لسه متجوزة عندها 27 سنة وعندها ماس بهذا المنظر 4-6 سنتيمتر عشان دي تعتبر ماس كبيرة. ملهاش غير حل واحد عندي. ريموفال ايذر سهم لابروسكوبي أو السهم الثاني لابروتومي. تتشال. اوفريان سيستكتومي للمرة الثانية. تتشال هذه الشغل السيستم اللي موجود عندي. ده هو ده الحل الوحيد على الشيبايات. خد بالك ان الحاجات دي نمره واحد بتفتح كلام في الشفا، نمره اثنين تيجي كيس، نمره ثلاثه تيجي حلقه كلينيكال برضه في الامتحان في الشفا، فانت بتكبر دماغك في كل حاجه. Would the management be changed if she seeks the pregnancy؟ طبعا تختلف لو هي عايز تعمل، يبقى انت متجه ناحيه ان انت تعمل ايه؟ اندكشن بوبيليشن. طب احنا بنعمل ازاي؟ في الاندوميتريوزس لو عايزين واحده بتشتكي من عدم الخلفه بتبص عليها ما عندهاش ماسز اندكشن كوبليشن، عندها ماس بتعمل ايه؟ ريموف ذا ماس فولد باي اندكشن كوبليشن. يبقى لو العيانه دي الشي 6 بريجنسي هنعمل ايه؟ افتر ريموفال اوف ذا ماس ستاب اندكشن اوف كوبليشن. طب دي الحاجه الوحيده اللي انا هعملها. لكن السؤال ده كان سؤال قديم. لا كان بيجي في بس الكلام ده ما لكوش دعوه بيه، كان بيجي في حته ارجيومنت كده اللي هي ايه؟ اما اجي اشيل الماس يا دكتور قبل ما تشيل الماس في حاجه اسمها هرمونال سبريشن ثيرابي، وبعد ما تشيل الماس في حاجه اسمها هرمونال سبريشن بري اوبرتيف عشان اصغر حجم الماس باعداء الاستروجين وشيلها يبقى سهل. وبعد ما اشيل الماس بفضل عامل سبريشن كده شويه. وبعد ما خلاص انت كده حوضت الماس قبل وبعد السبريشن ثيرابي ادي بعد كده اندكشن بروبليشن. ده كلام قديم وده سؤال قديم كان عايز فيه الحته دي بس الكلام ده مش موجود عندنا دلوقتي. هي اجابه واحده بس افتر ريموفال اوف ذا ماس اندكشن بروبليشن. السؤال اللي بعديه ده بقى اهم سؤال والقطعه كلها معموله علشانه. مضبوط انا الحاجات الصعبه كتبت لك اجاباتها يا ريت ما تبصش عليها. بقول لك ايه الحاجات اللي في المنهج اللي تعمل لي ادينكسال ماس وفيكسد ار بي اف؟ لان الاجابه اندوميتريوزس بس علشان البريفيس هيستوري بتاعت مش هتفرق. انما لو كان الموضوع بتساب مفتوح عارف التيوب اوفريان كومبلكس التيوب اوفريان ابسس البي اي دي ما هو ده يعتبر ادينكسال ماس وفي نفس الوقت عامل اتصالات. الاوفريان كانسر اللي دايما بيبقى ريبريزنتد ليت ستيج 3 طب ما ده يا دكتور ادينكسال ماس والميتاستاس بتاعه بيبقى عامل برضه تصفات. تيوبركلوزس ويز انسيستد اديشن
يعني الديشن عامله سيست احسن كماس والدي بي عامله بالسبوت بيعمل نفس الكلام برضه. فدي اهميه السؤال. كان عندي الفرق تقريبا قطعه بتتحفظ، قطعه بتتحفظ بالشفوي، القطعه الخبيثه الكلوز بالكيسز. ان عندي ثلاث حاجات في المنهج يعملوا لي سوالنج وفيكس الار بي اف وبعدين ما تفكرش كتير. ده انا كاتب لك على جنب these are the causes of a frozen pelvis، اسباب الحوض المتجمد فاكرهم اربعه. نمره واحد اندوميتريوز، ما دي الحاله. نمره اثنين بي اي دي. نمره ثلاثه اوفيريان كانسر. نمره اربعه تي بي. هي دي اسباب الايه؟ اسباب. ارجع كده عندي في حاجه اسمها فروزن بيلفس. شفت انا عمال اضرب فين؟ اضرب في الشفوي، وبرجع لك بحاجات بقول لك كيس وبفكرك بالفرنشال دايجنوزز اللي ممكن تلاقي حاله ملزقه بالمنظر ده اسمها ايه؟ فروزن بيلفس. فيكس الار بي اف اللي هو سنتور. اعمله بعد كده ان انا اشيل ممكن ان انا اعمل ادي اقطع عند الاديشنز بتاعتي في الموسيقى. بس يعني مش هي دي اللي بتتفكر بيها الموسيقى. شو السؤال الاخير؟ What are other causes of pelvic abdominal swelling and bleeding؟ يعني انت هنا بيقول لك دي حاله ادريكس الماس 4 6 سم وعندها بليد. طب اما يجي يسالك في الامتحان عندي واحده عندها ماس وعندها نزيف، تفكر في المنهج في ايه؟ اقول له هو في كتير بس انا مش عارف ارتب افكاري، ولا ارتب افكاري زي ما انا كده. اول ترتيب في الافكار اشهر بيلفي ابدومينال ماس هو مين؟ الحمل، ممكن حمل وبتنزل. طب يا دكتور لو مش حامل يا دكتور؟ قسم لي المنهج عندي يوترس سيرفكس تيوب اوفري وطلع لي من كل حاجه مرض. ايه اشهر يوتراين ماس؟ فايبرويد، تعمل لي بيلفي ابدومينال ماس وبليد. طب والسيرفكس يا دكتور؟ السيرفكس ده بيلفي، ينفع يعمل لي السيرفكس بيلفي ابدومينال سوالي؟ حاجة واحدة بس، لو قفل السيرفيس وعمل لي فوقيه بايومترو، ساعتها السيرفيس ده هينزل الدم والبايومترو اللي في ايدي تعتبر بيلي ابدومينال سوالك. طب يا دكتور التيوب؟ تيوب يعني بي اي دي، تيوب اوفريان كومبلكس ماس، كرونيك بي اي دي، تيوب اوفريان ماس. وفي نفس الوقت هذه الماس اي حاجة عاملة بيلفيس باثولوجي بتعمل كل الكونجشن، بتعمل ايه؟ بليد. طب والاوفر يا دكتور؟ يا ابني ما انت واخد في نفس الاوفرين كانسر ان هذه الاوفرين سوالت ممكن تعمل يا انوريا تعمل ايه؟ بليد. فاكرين لما قلت لكم الحته دي مهمه؟ موجوده في الورقتين اللي بالعرض. والا بتعمل انوريا في حاله ان هي تبقى كاشيكسيا، في حاله ان يبقى بايلاترال ديستركتيف اوفرين تيومر ما عادش موجود عندي اوفرين، في حاله ان يبقى مطلع هرمونات بشكل عالي على طول فانكشننج، سواء استروجين على طول او اندروجين على طول. طب وامتى يا دكتور الاوفيريان ماس تعمل بليدنج؟ اهي الفانكشن لو بتطلع شويه استروجين، الاوفيريان ماس لوحدها عامله بيلفيك كونجشن، او الحاله الاخيره بعتني عندي سكندريز ميوتوس، بعتني سكندريز ميوتوس. طب ايه الكلام ده يا دكتور؟ اخر سؤالين دول حفظ بالشكوى. انا بقى عايزك تكتب الكلام ده لان انا بقول لك عارف ايه اللي هينفعك. حفظ السؤال للشكوى اسمه What are the causes of frozen pelvis؟ حفظ عندي سؤال الشكوى اسمه What are the causes of pelvic abdominal swelling plus bleeding؟ تذكر ان ده مفتاح حلول حاجات كتيرة قوي. عندي pelvic abdominal swelling وعندي bleeding، تيجي للصبح وتيجي كيس في سطر ونص، واحدة عندها pelvic abdominal swelling وجاية تشيل من bleeding، ليه؟ نروح نفكر في هذه الحاجات عندي بالظبط. اوكي تمام. ادي عندي الكيس عندي نمره واحد. وعلى فكره تعتبر كيس بايخ، تعتبر كيس بايخ، يعني في حالات احسن من كده، في حالات احسن من كده. بص عندي الكيس نمره اثنين، عيانه جراند مالتي بار، يعني خلفها اكتر من كام؟ خمسه. على فكره منتهى التركيز الساعتين اللي فضلتهم في الدرس تقريبا كده بتراجع كل حاجه معايا. مخلفه اكتر من خمسه، عندها كام سنه؟ 57 سنه. منفوزل بقى لها سبع سنين، يعني منفوز كده عندها 50 سنه. جايه تشتكي بفاجينال بليدنج، بتنزل. موستلي ان ذا فورم اوف سبوتنج، تنقيط، سبيشلي في اخر كام اسبوع. على فكره اي عندي بوست منفوزل بليدنج يعتبر ايه؟ اندوميتر كانسر طبعا. فاجينال سبيكلر اكزامينيشن اوف طلع على اكزامينيشن ريفيل سمول بوليك كامينج اوت اوف ذا سيرفايكال كانال. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بقى عندي بوليب طلع. طيب ايه البوليب اللي طلع دي؟
الستيم ده بقول لك جزء من جزء بليدنج ده غالبا ايه مالينا. طب والكانسر اندوميتريوم ده مش ممكن يتجمع ويدلدل عندي على اي كولت يطلع عندي يتجمع على اي كولت؟ انت لو جيت بصيت على السؤال عندي نمره 2 وات ار ذا ديفرنت تايبس اوف بولتس هيلز، ايه انواع البولتس اللي عندي؟ بقول لك هو حاجه من اثنين، يا مدلدلين من السيرفيس يا مدلدلين من البادي كولتس. وايه يا دكتور؟ اول حاجه بص شمال وبص يمين، اول حاجه عندي السيرفكس عندي حصل فيه اريتيشن. يا جماعه اللي بيعمل اريتيشن للسيرفكس انفكشن، فراح عندي الميوكس ممبرين اللي جوه في الجلانس كبر كبر بقى هايبر بلاستيك وطلع من بره على هيك بورد اسمها ايه ميوكس بوليبوري. اللي يا دكتور جات لنا في سؤال في الاس كيو وجاوبنا ان دي از ذا كومنست بولك اوف ذا سيرفكس ميوكس بوليبوري. نرجع ايه يا دكتور؟ انفكشن في الجلانس، فاللي حصل الميوكس ممبرين في الجلاند بعد ما عندي اريتيتد وكبر دلدل وطلع بره عندي. طيب على الناحيه الثانيه في البادي، ايه يا دكتور اكتر حاجه بتعمل اريتيشن عندي للبادي؟ اكتر حاجه بتعمل اريتيشن عندي للسيرفكس انفكشن. ايه اكتر حاجه بتعمل اريتيشن للبادي؟ استروجين. هو بيحصل عندي استروجين يا دكتور، الجلاند بتاعت اليوترس بتكبر عليا الدس اسمه اندوميتريال هايبربليزيا، وممكن هذه جلاندز الاندوميتر هايبربليزيا تدلدل لتحت على هيك بولكس اسمها ايه؟ ادينوميتس. يبقى اشهر بولك في السيرفكس نرجع كرونيك اريتيشن، اشهر بولك في البادي نرجع كرونيك اريتيشن. يبقى اول سطر ده كرونيك اريتيشن. اشهر سبب للكرونيك اريتيشن للسيرفكس انفكشن، اشهر سبب للكرونيك اريتيشن في البادي استروجين. بجد ولا بقول لك حبس؟ طب ايه يا دكتور تاني من البولبس؟ البولب اللي عندي في السيرفكس الثانيه حاجه اسمها انفلاماتوري بولب، يعني عباره عن كده حته جرانيولوماتس تيشو مدلدله من عنده. جرانيولوماتس تيشو بالهرزيزس تيوبركلوزس سيمبليتك، عارف مين اللي بيعمل حاجات اسمها كرونيك جرانيولوماتس ديزيز؟ جرانيولوماتس تيشو مدلدل عندي، حاجه غريبه ونادره على فكره. طب ايه الحاجه الغريبه والنادره برضه في اليوترس؟ اخر درس كنا اخر دروس كنا بنتكلم فيها اما يبقى عندي بلاسنتا عندي ايه؟ ريتين، وتحاول تمد ايدك وتجيبها كلها، ممكن تلاقي حته من البلاسنتا اتبقت، وهذه الحته من البلاسنتا اللي اتبقت عندك ولاسها هتقوم مدلدله بعد كده على هيئه بولت اسمها ايه؟ بلاسنتا بولت. السطر الثاني ده لا دي حاجات غريبه. انفلاماتوري بولب ده كلام نادر، كرونيك جرانيولوماتس بلاسنتا بولب دي حاجات عندي نادره اما تبقى كنت ليدر من بلاسنتا متبقى. طب يا دكتور ينفع البوليفايد يبقوا ايه؟ مش عارفين ان الفايبرويد يجي في السيرفكس يجي في البادي يدلدل على هيئه بولب، مش عارفين ان مالجنسي ممكن يجي في السيرفكس يجي في البادي يدلدل على هيئه بولب. يبقى انا بذاكرها يمين وشمال. شمال اول حاجه عندي ميوكاس بولب كرونيك اريتيشن، يمين ادرومس. ينفع فايبرويد؟ ينفع فايبرويد. ينفع مالينس؟ ينفع مالينس. وحاجتين غراب. ينفع دكتور انفلاماتري كولت حاجه نادره، ينفع دكتور بلاسنتا كولت حاجه نادره. طيب من كل الكوليفايد دول لو انت شفت في واحده عجوزه يا اخي عندها 27 57 سنه مدلدل منها كولت هتشك ان هي انهي نوع من الكلام ده؟ مالينس. علشان كده بقول لك وات از يور مانجمنت؟ اسمع كلمه واحده. ماي مانجمنت از ايه؟ بوليبيكتومي انتيبايوتكس. يعني ايه يا دكتور؟ خد البوليب دي وشالها ووديها فور ايه؟ فور هيستوباثولوجي. لان على اساسها انت هتتصرف. يبقى تعمل بوليبيكتومي اند هيستوباثولوجي. وبالمره ما دام بنكت العيان وجيت على البوليب دي وتك تك 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 وشلتها. في حاجه ثانيه لازم اعملها على 57 سنه. بي ان سي، بي ان سي طبعا. اهي دي اللي ما بيجاوبهاش ينقص النمره كلها. يبقى بوليتكتومي اند هيستوباثولوجي ده علشان اعرف انا مين. ويا دكتور والحاجه الثانيه اللي عندي ودي ان سي عندي بالمره. اوكي. في الاغلب ده بقى لو قلبت المناقشه شكوت، في الاغلب البوليت دي هتطلع مين؟ مالينا. وفي الاغلب القصه كده العلاج ده سيم از ايه كارسينوما؟ از اندوميتريو كارسينوما بالظبط. عشان انا مش كاتب لك كلام كتير. أرحت داخل على أسئلة عندي غريبة، أسئلة عندي يعني ممكن تجي لك ومواقف فيها. شايف سؤال بعد كده؟ How to differentiate ما بين cervical and corporeal polyp؟ إزاي أفرق ما بين cervical و corporeal polyp؟ شفوي هام موت.
يبقى حته البوليت دي انا بوردها الخباثه حاططها هنا، لا يا دكتور محمد عشان ما ارتهاش، انا حاططها هنا علشان ايه؟ اضرب عصفورين بحجر على الشمال. اوكي، ازاي تفرق بين سيرفايفل وكوربوريال بوليت؟ اول تفريق عندي بالاله اللي اسمها ايه؟ اليوتراين سام. اليوتراين سام، واكتشف حاجه ان الكوربوريال بوليت متغلبله منين؟ من فوق من بعيد، فليها ايه؟ لونج باديكل. انما السيرفايكال بوليت مدلدله منين؟ من قريب. مستوعب انا بقول ايه؟ كوربوريال بوليت مدلدله من فوق من بعيد فليها لونج باديكل، انما السيرفايكال بوليت مدلدله من قريب. طب قصدك ايه ان الكوربوريال بوليت مدلدله من فوق من بعيد؟ ينفع ادخل جنبيها عصايه حديد اسمها ايه؟ بتراي ساوند، والفها حواليها كام درجه؟ 360 درجه. هي دي الاجابه. ازاي بتفرق يا دكتور؟ عشان الكوربوريال بوليت مدلدله من بعيد فليها لونج باديكل، يبقى ينفع ادخل الترانس ساوند وانفاس ديب اراوند، يبقى ده مين؟ الكوربوريال. طب ولو سيرفايكل؟ اساسا وانت بتدخل حواليها اليوترانس ساوند مش هيخش لبعيد، هيخبط في السقف اللي هو مين؟ السيرفس. مش هتمشي كده جنب الباديكل بتاعتها، تلاقي خبطت على طول في مين؟ السيرفس، مش هتخش عندي لغايه فوق تمام. ماشي يا دكتور. الترانس ساوند حد بيستخدمه دلوقتي؟ لا ده هبل. امال ايه اللي بنتاكد بيه يا دكتور؟ هيستيريسكوب. طب وايه تاني يا دكتور اللي يخليك تشوف اللي جوه الكافيتي؟ اشعه الصدر. طب وايه يا دكتور اللي ينفع تشوفه جوه؟ فيلبك الترا ساوند. طب وهتلفت جنب الفيلبك الترا ساوند كوما، في حاجه جديده اسمها سلايد ايه؟ سلايد سورو هيستروجرافي. وبالمنظر ده بقى عندك خمسه انفستيجيشن بتوع مين؟ بتوع اليوترس. ايه الخمسه انفستيجيشن بتوع اليوترس؟ يوتراين ساوند، هيستيروسكوب، هيستيروسفنجيوغرافي، سلايم ستوريستروجرافي او سونار. فاضل حاجه واحده بس لليوترس، عايز تشوف اليوترس من فوق من بره تحط ايه؟ لابروسكوب. يبقى هم خمسه من انفستيجيشن اليوترس، لو عايز تشوف سطح اليوترس من فوق، طبعا في درسنا هنا ما يهمنيش، فدي حاجه متبدله في بتاع كل. اوكي ماشي يا دكتور، كلام دايخ بس شفت ايه المشكله؟ ان تفضل يطلع عينك طول السنه ويفضل يطلع عينك انا كمان معاك ويجي لي الكيس كلها بتتكلم عندي في صفحه انا مش هتطنش بكده بهذا الكلام اللي موجود عندي. شوف بقى المشكله ايه؟ كيس نمره ثلاثه، والكيس نمره ثلاثه دي سهله على فكره، ابتدي بقى في كيس روشه ابتدي تظهر دلوقتي حالا. يلا المانجمنت اوف كلينيكال بريشر، وات از يور مانجمنت؟ كل حاجه يعني هقول الباقي بقى، انا مجرد بديك والعلاج يا بعد كده عارف مليمتر كالسيوم. قصه كبيره بقى، بالك؟ مانجمنت يعني كلينيكال اكزامينيشن وديفرنشال دايجنوزز، وازاي اتاكد بانفستيجيشن، وفي الاخر ازاي اعمل مانجمنت بتريتمنت عنه. اي سيرت الكلام ده دلوقتي. كيس ثلاثه، مره 7 عندها 42 سنة، مخلفة 7 مرات وعندها 42 سنة. Presented with recurrent vaginal bleeding، كان بيجي لها نزيف كتير، especially on contact. اوبا. Contact دي تقول لك مين على طول؟ CIN Cancer Service، برافو عليك. طب أنا أقول لك على حاجة. طيب والسطر اللي فوقيه في حاجة تدلني برضه على إيه كانسر سيرفيس، اللي هي فرق كام؟ فرق 7 هاي بارتي، والبيبي عمال بينزل، الهاي بارتي دي ماشية مع الترومال سيرفيس مع الكانسر سيرفيس، ماشي يا دكتور. سبيشال إن كونتاكت لمدة 3 شهور. بيلفيك إكزامينيشن ريفيلد فرايبل كول فلاور ميس، لا خلاص بقى دي هبلة. That bleeds easily in touch especially from the anterior lip of the cervix، ده كلام فارغ. كانسر سيرفيس طبعا. او سي اي ان يعني مالجنسي سيرفيس فورس. What points in the history of this patient you would like to know؟ السؤال ده اتكرر كتير قوي. ان دي قطعه صغيره تعرف منها حل الموضوع ان انا بتكلم على كانسر سيرفيس، لكن بيقول لك ايه هي النقط من الهيستوري اللي انت عايز تسالها للعينه علشان تتاكد. What points in the history of this patient you would like to know؟ مش اللي انت عارفهم، انت عايز تعرف ايه تاني؟ ايه رايك؟ هتقول ايه؟ اما يقول لك حاجه زي كده في الهيستوري هقول له حاجتين، الريسك فاكتورز اللي هم الايتيولوجي انا عايز اعرف هي العاده دي ريسك فاكتور اللي جالك كانسر سيرفس، والحاجه الثانيه بقيه السيمبتومز، الحاجه الثانيه بقيه السيمبتومز. يبقى سهل ريسك فاكتورز، ايه هم الريسك فاكتورز؟ انا اعرف ايه من العيانه دي؟ اقول لها ماما انت تعرضت قبل كده لانفكشنز؟ كنت بتروحي عندي تتعالجي من بنيريال ديزيز لايك هيومن بابلوما فيروس؟ ادي اول حاجه. ماما انت بتشربي السجاير؟
ادي تاني حاجه اقدر اعرفها عندي. احب اعرف من الهيستوري اذا كان في عندي مالتيبل بارتنرز، هي الحاجه الثالثه. يبقى انت كده بتعرف ايه؟ بس ده سؤال قريب انا بقى، انت اذا حطيته الراجل ممكن يرفع لي الورقه. اوكي كلمني محترم ماشي. اوكي يبقى سموكينج. الحاجه الثانيه previous exposure to venereal disease by human papilloma virus than the risk factor، وسيبك من العلاقات الاخيره. اوكي طب والحاجه الثانيه دكتور بقيت السيمتوم. ايه بقيت السيمتوم؟ هو قال لك عندها بليدنج، وقال لي عندي مين كمان؟ وعندي ماس. تمام مش فاضل غير مين؟ بيف وديشارج وكاشيكسيا. فانا اسالها وكنت كمان بتشتكي من بيف. الفين عندنا على فكره في الحمى متقسم حاجتين، يا سوماتيك يا فيسرال. اسالها على الديشارج. برايمال ماس دي ممكن تبقى انفكتد ويبقى الديشارج ده بيورولنت. اسالها على كاشيكسيا. اه دكتور خسيت 10 كيلو. قلت له على كانسر سيرفيس. كم الكاشيكسيا كوما يوريميا، وكمان الدكتور عندي اعراض يوريميا. دي تبقى مين؟ دي تبقى كانسر سيرفيس. لا معاها حق. ما انا ما بقولكش انت هتقول ايه، انا بقول لك ان الاسئله اللي بالمنظر ده ايه البوينتس الاخرى من الهيستوري عباره عن الايثيولوجي اللي اسمه ريسك فاكتور، وايه كمان عندي وبقيه السيرفيس. Complete the physical signs you may elicit in this case. لا ده قليل قوي، لان هو كده ما قاليش غير physical sign واحده اسمها مين؟ بيلفيك. انما انا اقول لما يجي يقول لي سؤال زي كده بقيه الفيزيكال سايد بيتقسمين لايه وايه وايه؟ جنرال ابدومنال لوك جي اي ال. جنرال ايه الفيزيكال سايد اللي عندي؟ خلاص قلنا كشيك سريم كشيك سريم. ابدومنال لا يمكن يبقى عندي فيلم ابدومنال ماس في مرحله واحده بس. بايومترا انا لسه قايلها من نص ساعه. لا يمكن يبقى عندي فيلم ابدومنال ماس الا في حاله واحده بس، بايومترا. برافو عليك. فاجينا لعلمك هو فاجينا ما قالش كل حاجه، ده قال لك مجرد ان عندي كل فلاور ماس. لكن قول لي ممكن الاقي مين؟ مالجنت ألسر. ممكن الاقي مين؟ ممكن الاقي عندي الفايبروتيك انفلتريتنج اريا. ممكن الاقي عندي مين؟ ممكن الاقي عندي ريديول. انا عندي الباثولوجي بتاعي بتقسم الكلام ده، في البدايه ريديول، بعد كده ابقى كل فلاور ماس، بعد كده دكتور ممكن تبقى مالجنت ألسر، او ممكن تخش جوه خالص وتبقى مين؟ infiltrating عندي. What are investigation you need in order to reach عندي the final diagnosis؟ تعرف ال investigation عندي ثلاثية عبارة عن مين؟ بات سكير وكولبوسكوب وبيوبسي. غلطانة دي بتديك حاجة واحدة بس. بيوبسي عندك بس، خد منها بيوبسي. تبقى غلطانة لو قلت أي حاجة تانية. What are investigation you need in order to reach عندي ال final diagnosis عندي؟ ال investigation اللي أنا عايز أعملها أرجوك تتقسم. حد يقدر يقول أربعة investigation؟ Pre-operative، investigation for diagnosis، investigation for spread، وإيه تاني؟ وسكريننج عندي. برافو عليك. يبقى investigation دي ده كذا حاجة عندي. أنا عايز أعمل خلاص investigation for screening دي راحت مننا. يبقى فاضل لي مين؟ نمره واحد دايجنوستيك هاخد بايوبسي. بري اوبرتيف اللي انت عارفه هيموجلوبين وسكر واشعه وبتاع. الحاجه الثالثه عندي فور سبراد. هقول لها يا دكتور خايف لا توصل في اي، ازاي اقدر اساس اي مكان ثاني في الجسم؟ عندي جهازين، جهاز اسمه ايه؟ اندوسكوبي، وعندي جهاز ثاني اسمه ايه؟ راديولوجي. توصل لاي حاجه ثانيه في الجسم هم عندك حاجتين، يعني اندوسكوبي يا راديولوجي. عايز تعملهم في الريكتم، عايز تعملهم في يورين الدبر، عايز تعملهم في البطن، عايز تعملهم فوق، عايز تعملهم على المخ، اي حاجه اندوسكوبي او راديولوجي عندي. كويس. اخر سؤال. منشن ذا ديفرنت كوزز اوف كونتاكت بليدنج. اه ده الراجل بيلعب بينا هنا، عمال يقول لي في اول صفحه شويه ديفرنشال ديجنوز حفظ غياب، وهنا شويه ديفرنشال ديجنوز حفظ غياب. اللي بيعمل كونتاكت بليدنج، اي انفكشن او اي تيومر في منطقه ايه؟ الفاجينا والسيرفس. ويا دكتور ما تنساش ان ممكن يبقى حاجه جايه من فوق مدلدله اسمها ايه؟ بنكيوليتد كوليفاي. يبقى اسباب الكونتاكت بليدنج لو عندي انفكشن او تيومر في الفاجينا او السيرفكس او حتى مدلدل عليا من فوق على هاي الكوليفاي محفوظه دي من المنتشر ده. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعديه. كيس اربعه. واحده عندها 36 سنه بارا 2 بلس 2 خليتها مرتين وسقطها مرتين.
جايه بتشتكي من فاجينال بليدنج ان ذا فورم اوف مترو راشا، يعني الرد من الشهر. السيرفايكال سمير واصلا اخذنا منها مسحه مهبليه لهذه الرد مترو راشا. And reveal highly suspicious cells. يظهر اسود. عارف يعني ايه highly suspicious؟ يعني فيها ايه؟ atypia. atypia. فيها cellular atypia. highly suspicious. malignant طبعا. The cervical core biopsy was performed. الله دول خلصوا الموضوع على طول. راحوا واخدين كور بايوبسي علشان يوصلوا لدايجنوز. فالاول بعمل سكرين بسمير لقيتها suspicious بقدم ببايوبسي. لكن كان المفروض ما بين السمير والبايوبسي في حاجه. كوربوسكوب. كون انت اللي بايوكس على طول ده معناه ان ما عندوش ايه؟ كوربوسكوب. قال لك اخد كل السيرفيس. عينه كل السيرفيس دي اسمها ايه؟ كور بايوكسي. ما عندوش كوربوسكوب. قال لك اخد كور بايوكسي وخلاص. طب والكور بايوكسي ده قال لي ايه؟ قال لي ان هي سي اي ام 3. سي اي ام 3. ماشي يا دكتور. حاضر. نيم ذا تايب اوف ذيس سمير اند ستيت اتس انديكيشن. طبعا اسم السمير ده ايه؟ فاب سمير. طيب سمير بابريكولاي سمير اوكي. وبعدين بقى العيال الاوائل يروحوا محليينها بقى. بابريكولاي سمير اند ديستيكن باي اريس ايرس وودن سباتولا. ادي شباب كده بتحلل الاجابه. بتحلل الاجابه. اوكي اتاخد بايرس وودن سباتولا. ماشي يا دكتور. ستيت اتس انديكيشن. لا معرفش. هنا بقى انت بتقول. ايه الانديكيشن يا دكتور؟ عارف امتى تعمل سمير لاي واحده؟ اني ايه سيرفيس؟ اني سسبيشس سيرفيس؟ يعني ايه يا دكتور سسبيشس؟ سسبيشس عندي في الكالر، سسبيشس عندي في الشيب، سسبيشس عندي في التكستشر، اي سيرفيس عندي غريب على طول السمير مش محتاج حاجه. طب وامتى تاني بتعمل السمير؟ روتين يا جماعه انا بعملها كل سنه للعينين الهاي ريسك. مين دول عينين هاي ريسك؟ اللي بيشربوا سجاير، المالتيبل بارتنرز، واللي عندهم ديستر كلهم فيروس. طب واي ست عاديه عايشه في مصر المفروض تعمل لها سمير كل قد ايه؟ كل ثلاث سنين. اسمها انديكيشن. وفعلا ده دايما ده سؤال خبيث يعني ما حدش عارف يكتب. الراجل مش كاتب انديكيشن. لا ده في جدول كبير اسمه ايه؟ تايمنج. فاكرينه؟ اللي بتاخدهم كل سنه كل ثلاث سنين. فكتب كل الجدول ده بتاع الناس دول ايه هم؟ What are the complications of corn biopsy? What is its newest alternative? كور بايوبسي معروف مشكله ايه؟ بتعمل بايوبسي كبيره قوي فبتعمل هيموريج، والهيموريج بيجيب باي والهيموريج بيجيب سكندري انفكشن ويجيب باي فايبروز ويخلي الست يحصل لها سيرفايكال ستينوزس، يعني يوم ما تيجي تولد هيكون عندها سيرفايكال ديستوشيا. وكمان يا دكتور لما انت اخذت البايوبسي من السيرفس عورته وخليت عندها سيرفايكال انكومبتنس، هتلاقي يا اما بتسقط يا اما هتولد ريتيرم ليبر. عشان كل ده النيوز الترنتيف اسمه يا شباب؟ ليدز او ليد. برافو عليك. لارج لوب اكسيجن اوف ذا ترانسفورميشن زون او لوب الكترو سيرجيكال اكسيجن بروسيدور. يبقى النيوز الترنتيف عندي هو مين؟ الليدز او الليد. What further management will be done؟ طب انت ايه رايك؟ احنا لقينا في الاخر بيكون بايوبسي من العيال دي كام؟ سيري انا سيري ولا عادي؟ عايز اسمع كلمة واحدة. سنها 36 سنة. السن الكبير ده هو 36 سنة وحضرتك عندي بار 2 يعني معاه عيلين و 36 سنة وسي اي ان 3 هيستريكت. هي دي الإجابة. البيشنت دي تعتبر اولد وكومبليتد هير فاميلي ولا تعتبر بين بين؟ بين بين. انا اقول له الكلمه دي في الاول. هيستريكتو. اوكي؟ فور فير ان هي بعد شويه تقلب انفيزيف. وعايز بقى اطلع من العيال الجامده وعايز اعمل الدكتور علشان ابقى دبلوماسي جدا معاه واقول افتر كونسلينج وذ ذا بيشنت if she refused ممكن اعمل ايه؟ local destructive local destruction of the epithelium. يبقى شوف بقى الاجابه الدبلوماسيه after counseling with the patient and if she refused لو رفضت اعمل هيستريكتومي هعمل ايه؟ local destruction of the epithelium عن طريق اعمل ايه؟ الليدز او الليد او هذا الكلام. يبقى تعمل مين؟ اعمل لوكال ديستراكشن. كل علمك دي اجابه عندي نموذجيه لهذا الموضوع. اوكي.
Would you change your management if the patient had no children? اهي لو الاجابه فعلا ما تفرز المانجمنت كنت دان هيستريكتومي، طب هتغير رايك لو هي عندها نو شيلدرن؟ هتغير رايك وتقول ايه؟ اونلي لوكال ديستراكشن از الاوت. اونلي لوكال ديستراكشن از الاوت. اللي هو اسمه كونزرفتيف ثيرابي. ازاي دكتور تعمل لوكال ديستراكشن؟ كوترايزيشن بالكتريك كوتري او كيميكال كوتري او ليزر كوتري او كراي كوتري، ادي الحل. تعرفش تعمل كوتري؟ يبقى عندك الحل الجديد الليد او الايدز. يبقى تغير رايك لو ما عندهاش عيال؟ اه I will be more conservative. طب شوف السؤال اللي بعديه، هتغير رايك برضه؟ Will you change your management if the margins of the cone biopsy are infiltrated with malignant cells؟ ايه رايك؟ عارف معناه ان يلاقي الكون بيوبسي اللي في margins into the malignant cells؟ معناه ان الموضوع ده ايه؟ invasive cancer service. Have changed your management or she will be treated like invasive cancer service. Is that يعني هتقول له ايه؟ is that like cancer service according to stage. According to stage discovered by examination under anesthesia. انا ربيت لان في كمية العاد بس الامتحان بقول لك بس تشوف بمنتهى الثقة والتنطيط صعب انه يطلع من هذا الكلام. You will change your management, the margin cone biopsy, kaza kaza kaza. It will be treated like cancer. She will be treated like cancer cervix. Okay, depends on the stage. Layer known by examination under anesthesia. Let's be careful examination under anesthesia. Okay. Push it out. Case 5. What are the clues? And she have come in. بفيل يور جت مور فيل وانشس لا 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 يا اخي فاكر ان انا ان انت عمال تطلع على خدك تقول انا مذاكر او انا ما ذاكرتش لا لا انا والله امشي لو انا اجيب لك احباط في اخر المنظر ده امشي اوكي انا عايزك تكتب ورايا علشان ده هتبص عليه ليله الامتحان ليله الامتحان وكتر خير الدنيا اللي يبقى عندك شويه كيسز تبص عليها الامتحان ما ينفعش من احمد ربنا في احمد ربنا انما ما تعيش معايا دلوقتي ده مش امتحان ليك دلوقتي انا غير مؤهل ان كلاسيفايد قصدي واحده عندها 33 سنه بارا 3 بلس 2 عقبال كل البنات يا رب هاسكام تو يور اوفيس ويز كونتينيوس لا اعوذ بالله اعوذ بالله جات لنا العياده وعندها كونتينيوس دريبلينج اوف يورين من الماجاينا عماله بتتدون اللاست تو ديليفريز كانوا قيصريات ماشي في اخر ولاده شي واز الاوت ديليفر ماجاينا يعني ولدت عندي قيصريات وفي اخر ولاده خلصت الميت قلت له الماجاينا ده اكيد لازم ايه؟ هتربش لان والدك قبل كده كام مره قيصريات؟ مرتين انا قلت كده قلت مين اللي مسحته بس؟ مره واحده بس ففعلا ربشت but rupture uterus occurred the rupture was repaired على البوب على فكره من الناس اغبياء لان رابشر وعينه بارا 3 الايديا تريتمنت از سوبرا فاجينال ديستريكت انما عن الريبير طب استمر the rupture was repaired but the patient claims بتدعي that she is sometimes incontinent and sometimes not. Yeah, that we this incontinence paradoxical. شوية ينزل عليا جول وشوية ما ينزلش عندي جول كويس. On examination, the vulva was found to be excoriated with whitish crust. مترصب عليها ترصبات لونها أبيض. ماشي. أول حاجة. What is the type of incontinence present? ده اسمه ايه الانكونتنس الموجود عندي ده حضرتك؟ اسمه بارادوكسيكال انكونتنس. يعني ايه يا دكتور بارادوكسيكال انكونتنس؟ يعني شويه تقول انا ناشفه وشويه تقول ينزل عليا جول. مين اللي بيعمل بارادوكسيكال انكونتنس؟ حاجه من اثنين يا يونيلاترال يوترو فاجينال فيستا. يوريتيريك فيستا على الفاجينا بس يونيلاترال. من الحته اليونيلاترال دي تجيب لي جول ومن كده الثانيه اللي شغاله لا تجمع بول في البلدر وتخش بيها الحمام اكيد يعني اليوريتيريك فيستا لو بايلاترال هتبقى العيانه عندها ايه؟ ترو انكونتنس 24 ساعه لو بايلاترال انما لو يونيلاترال اليوريتيريك فيستا شويه تقول لي بول بينزل عليا وشويه تقول لي لا بقدر اخش الحمام من الكلى السليمه، الكلى السليمه بتتجمع في البلدر السليم واقدر اخش بيه الحمام.
يبقى دي تمشي معايا. طب وتمشي معايا ايه كمان؟ بزيكو بجانا الفيس لقى ايه او ايه او ايه؟ سمول هاي بادولا رجعناه من بارس رجعناه من الاربع او تبقى بزيكو بجانا لو سمول وهاي وبادولا رابعنا. What are the conditions that should be fulfilled if a patient with CL or with cesarean section is allowed to deliver vaginal? يا صايع لا بيصنع لا بيسويني مين وشمال. لو عايز اولد عيانه فاجينال بعد السيزيريان سيكشن ايه الكونديشن اللي تبقى فيه في الفيلم؟ حفظ مين اللي صايع ده؟ انا انا حاططك في المذكره دي كل الحاجات اللي بتنزل شكل وتجمعات واللي عارف انك ما بتذاكرهاش احفظ. لازم تبقى قيصريه واحده لور سيجمنت سيزيريان سيكشن مش ايه؟ مش ابر سيجمنت. لازم ما يبقاش عندي بيرمننت انديكيشن ولا اسوشيتد انديكيشن. لازم السكار عندي ما يبقاش ضعيف نو تندرنس اوفر ذا سكار. ولازم ما يكونش فيه previous operative defect. يعني ايه؟ في القيصرية اللي فاتت ما تكونش نزلت وخدت 6 لتر دم. انا اقول اكيد في القيصرية اللي فاتت الهيل بتاع الاسكار زباله ما هتركش معاك مراتي. نو 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 هبز هنا. تيجي عليا سؤال انيوميريت indication for be back. انيوميريت indication for be back. كده كده بقول لك من ضمن اسئله الانيوميريشن والاورستاتيك. What are the possible conditions that increase such injury? ايه possible conditions that increase such injury؟ على فكره السؤال ده انا اللي حاطه بقى، يعني قسمت شويه بالسماد والفت شويه اسئله. ليه؟ لان موجوده عندي في حته خبيثه وانا ما قلتهاش قبل كده. في عندي في الاناتومي صفحه اسمها يوريتر. وهذا اليوريتر عمري ما جبت له سيره، ولا هجيب له سيره، ولا عايز اجيب له سيره، الا في حته واحده بس. امتى اليوريتر ده يا دكتور بيتقطع؟ نمرة واحد لو عندي كونجنتال مالفورميشن، غصب عني. أنا داخل بشتغل لقيت تشوهات غريبة. نمرة اثنين لو عندي التصاقات في اديشنز وأنا بسلك القطع منه. طب إيه يا دكتور اللي بيعمل لك التصاقات؟ المرض يا اندوميتريوزس يا انفكشن يا مالجنسي يا تيبركلوزس أسباب إيه؟ بروزن بيلز. نمرة ثلاثة ديستورت الاناتومي، الاناتومي عندي باظ. ما هو الاناتومي باظ يبقى اسباب كونجنتال يعني تشوهات، يبقى اسباب اكوارد. اكتر حاجه اكوارد تبوظ الاناتومي هو مين؟ فايبرويد. بدليل ان قبل الفايبرويد لما اعمل عمليه المايركتومي هيجيب له سؤال دلوقتي يقول لك لازم تعمل اشعه، اسمها اشعه ايه؟ اشعه السمعه الاي بي. لا يا دكتور، حتى يكون اليوريتر اتشوه بشكل الفايبرويد عندي فالط واقصه معايا وانا شغال. كل ده قوم وعلم لي ستة صح على اخر جمله، هي دي اهم حاجه. رابيد بلايند كلامبنج. اهم حاجه عيانه ربش اليوترس. نزيف داخلي عنيف. دم 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 دم. انت داخل وعايز تسيطر على الدم، ازاي تسيطر على الدم؟ تحط كلامب تقفل اي ارتري عندي بينزل. وانت ما انتش شايف حاجه تروح معور مين بالمره؟ تروح معور اليوترس. ده كلام حقيقي. شفوي. الحته دي بس اللي بتتحط الشفوي. ها دكتور امتى اليوريتر بينقطع؟ امتى البلادر بينقطع؟ عايز تجيب امتياز؟ يا دكتور انا مجنون انا مخيم. عندي دم كتير ومستعجل وعايز اخد اي كلمبات على عيني. الاجابات عندي احب تسمع اسئله اتفلت لجان شفوي من خبرتي. اوكي. يلا. والحته دي كلها شفوي جديده، شفوي جديده عليا. How would you reach the final diagnosis؟ ايه ده؟ ازاي اوصل للفاينل دايجنوز؟ ما انا اخترت يا يونيلاترال يوريتيريك فيستا يا مزايكو مشانل فيستا هاي سمول بات. ازاي تريش؟ عايز اسمع اجابه. اول اجابه نمره واحد حاجه اسمها ايه؟ ميثايلين جلوكوزون تست. ولو لقيت الصبغ بازرق يبقى الفيستا جايه من بلادر. ولو لقيت معاك ميه بس من غير صبغه يبقى الفيستا جايه منين؟ من يوريت. يبقى ميثايلين جلوكوزون تست. طب يا دكتور ما بلاش الاختبار ده، في اختبار اشوف فيه فتحات اليوريترس بجد؟ سيستوسكوب وشوف اليوريترس سيستوسكوبي، شوف الفتحات اليوريترس موجودين ولا لا. طب يا دكتور معقول اشوف فتحه بول نازله على بول ميه على ميه؟ ما تيجي نعمل كونتراست. احقنها وريد صبغه اسمها كرومو سيستوسكوبي. كرومو سيستوسكوبي نهار اسود ومنيل يا دكتور. يخرب بيت ام الهم، انا هفتكر الكلام ده كله ازاي؟ ملهاش غير حل واحد، ما تروح البيت السي دي
وترجع تسمعه تاني وتسمع وانا بتكلم عن جزاك ومشان انفيستو بتلك تذكرها من ايه؟ من الورقة بالعرض. مفيش فوتو ماموري، مفيش وقت غير لهذا الكلام. انما تذكر ذاكر نظر عبارة عن ايه؟ لسه بتنحبس ايه اللي بالصفحة تتنسي اللي بالصفحة تتنسي اللي بشعة جمالة شكاية. بقولك لازم تعتبر معنى الفوتو الماموري. وقولك كلمة سر كان الناس كلها مخلوقة تقرأ كتير وجهة. يعني بعد بدل ما اقول النهارده اذاكر انفيرتيليتي طول اليوم، لا ابرك لك تقعد على الانفيرتيليتي ساعتين ولا تعمل اي حاجه، وبعدين بالليل كمان ساعتين تقرا مرتين بدل ما تحفظه في مره. دايما ابرك في القراءه. ودي كلمه السر يا شباب في الفتره الجايه. انا قلت لك انت الثلاثه فيز، يا بتذاكر يا بتاكل يا بتجيب بتنام. بذاكر زهقت ايه اللي متراح عن الناس، زهقت ايه اللي في الناس على الجراحه، زهقت منهم هما الاثنين، خش نام او خش كل. زهقت من الكلام ده اقرا، ما تضيعش وقت. ورق اليوم فورة، اليوم لتأجيل. بقول لك ما تضيعش وقت، انتهى اللعب، هشتمك من هنا ورايح. الكلام بقى كلام رجاله ماشي، مفيش عنده فيها وقت. بقول لك اقرا اقرا، مالكش نفس، حط الورقه العريضه اللي عندك ولونها يا اخي، تفتح لك كده الموضوع على نفسك. يلا الله. What are these white crusts and how to be avoided؟ ايه الوايت كراستيشن اللي لقيتها؟ السؤال ده 15 ايه؟ فوسفيت كراستيشن، برافو عليك. حتى ما كنت عايشين ب 15. فوسفيت كراستيشن. طب ازاي امنع الفوسفيت كراستيشن دي ان هي تتحط؟ حط عندي ايه؟ مزلق للبلبر المجنن في فازلين، برافو عليك. حط فازلين بروتكتيف لاير. طب وماله الفوسفيت كراستيشن؟ البنزين بيعمل اريتيشن بشع. عشان كده بقول لك حط فازلين بروتكتف عندي. اوكي. وات از ذا بروبر مارجن؟ انا ده السؤال اللي عليه، مش كل كيس عندي ب 20 نمره، ده السؤال اللي بيبقى عليه 16 نمره تقريبا. وات از ذا بروبر مانجمنت؟ بفكرك بس ان المانجمنت عندي لازم يبقى ايه وايه وايه؟ بروبرتيف ووبرتيف وبوست اوبرتيف. بفكرك بس ان هم مين؟ الثلاث نقط دول لازم يتكلموا. اوبريشن از ذس، ما تكتبش اي تفصيله ثانيه. ماشي يا دكتور؟ كيف بمثل عيانة عندها 67 سنة ماشي، منوبوزة بقى 15 سنة، يعني جالها منوبوزة وهي عندها كام سنة؟ 52. has come to your office، جت لعيادتك، ده لما نتخرج ان شاء الله يبقى عندنا عيادات، جت لعيادتك بتشتكي من ان في بلاد ستين في الاندر وير. الله، فرصة منوبوزة دي. Or examination when examining here locally, you found that the uterus is atrophic. عشان منفوز. And no masses in the Douglas pouch could be felt. Man, مش عارف عايز اقول ايه صح. You decide to do the DNC. أبدع كلام. And a large amount of tissue is obtained. يمر اسود. شكلها كده ايه؟ اندوميتر كانسر بجد. يا هايبركريزيا يا كارسينوم. Which were sent for histopathological examination. عملنا DNC وطلعنا كمية تيشو عندي كتير. What further points in the history could be relevant? والسؤال اللي بعديه، What further clinical signs could be found? ما بنحط في دماغه ان مفتاح الحاله السن الكبير واللارج امونت اوف تيشو تبقى اندوميتريال كارسينوما. عارف اجاوب على الكلام ده؟ عايز تسال على ايه تاني في الهيستوري؟ عايز اشوف ان الريس بتاعها مين اللي بيجيبهم عندي الريس؟ وايت ريسز، الكلاس بتاعها، الهاي كلاسز اللي هم بيخلفوا كتير ولا لو باريتي؟ يبقى شايف الاسئله الثانيه، وخلفت؟ طب ورضعت؟ لا، اللي خلفت قليل واللي ما رضعتش. وهسال على ايه كمان؟ على المنسترول كاركترز. تقول لك اول دوره في حياتي جت من عندي 12 سنه. وطول عمر الدورات عندي كانت كلها ايه؟ ملخبطه. واخر دوره كانت على سن كام؟ 52. شايف ازاي طولت لك فتره الديسبرشن؟ اول دوره وانا صغيره خالص، اخر دوره وانا كبيره قوي، والدورات اللي اتجوزت عندي كلها انفيولات ملخبطه. وتالت حاجه عايز تسالها عليها، تسال على سورس الديسبرشن. ماما انت ما بتاخديش، ايه المصادر بتاعت الديسبرشن؟ مصدرين، يعني اندوشنس اكسوشن اسال عليه. طب ليش مصدر اكسوجينس؟ طب اي ادويه في اي ار تي؟ طب ايه اشهر مصدر اندوجينس؟ بي سي او. طب وانت صغيره كان عندك اعراض البي سي او؟ سودا كان عندك سبيريتي، اوبيستي، تشتس، انوبيوليشن. طب كل الكلام ده ايه؟ كل الكلام ده حاجه واحده بس، اصفر ايديولوجي.
ايه يا ابني اللي عايز تساله تاني نقط في الهيستوري؟ وانا بقيت الحاجات الريسك فاكتور اللي هو مين عندي؟ الاتيولوجي. طب وات فيرذر كلينيكال ساينس كود بي فاوند؟ عادي خبيثه كده. انت لما تيجي تفحص العيانين دول حضرتك كلينيكال ساينس عندي لازم تقسمهم مين كالعاده؟ جنرال وابدومنال ولوكال. جنرال هلاقي العيانه ايه؟ كاشيبسيا وانيميا. اوكي تمام. وابدومنال يا دكتور انت لاقي عليه تبقى ابدومنال سؤال في حالتين بس. فايميتري او اسوشيتد مين؟ فايبرويد. ولوكال يا دكتور لا هو كاتب لك لوكال اكزامينيشن ما لقاش عندي حاجه. بس انا كاتب لك ما تنساش اهم حاجه تسال عليها. ان العينه ممكن يكون عندها فرايد اسمه ايه؟ كانسر كوربس فرايد وبيز ودايبيتك وهايبرتانس. يبقى كالعاده وان ثيرد كلينيك سايز قسمها جنرال وابدومنال ولوكال. وجنرال غير التشيسة والانيميا دايما عندي حاجه مخصوصه. حاجه مخصوصه بتاعت السيرفيس ويلي. الحاجه المخصوصه هنا هو وبيز هايبرتانس ودايبيتك. اوكي. والابدومنال امتى يلاقي عندي ناس؟ فايليترال او فايبرويد. عشان كده يا ابني مديك ورقه فيها الثلاث سرطانات مع بعض وقايل لك الفيجرز اللي فيهم المهم ارجع لها. ده المفتاح لكل حاجه عندي. What is your provisional diagnosis? Endometrial carcinoma. ده تشخيص المبدا. What is the diagnostic procedure more accurate than DNC? حد عارف؟ هيستيريسكوب ما الاثنين اندوميتريال بايوبسي بس دي اسمها هيستيريسكوبك اندوميتريال بايوبسي مور اكيوريت. اضاف برافو عليك. What is the diagnostic procedure that you could be done in your office? مش هي جت في الاوفيس؟ هي بتعملها في الاوفيس؟ بيبال برافو عليك بيبال بيبال ولو انستيزيا حته بتاع رفيع كده نخش. What will be the correct treatment in this case according to me? According to stage 4, according to stage 8. ودي اللي عليها النمره كلها. تكتب له عندي الستيجز ايه هي وتكتب له عندي العلاج ايه هو. مش عايز تعمل الستيج تخش على علاج على طول. اوكي وفي الاغلب العلاج بتاعي يبقى ايه؟ في هذا السن هيستريك. معظم الحالات 80% من الحالات بيبقوا ستيج 1 A 1 A بيبقوا ستيج 1 A. يعني ايه 1 A؟ موجود جوه اليوتراين كافيتي جاست فين؟ في الاندوميتر. بهتم بس بمين؟ بالستريك. شوف بقى الخميس ابن الخميس بيقول لك ايه؟ If this condition were to occur in a premenopausal lady, what conditions could be associated? لو عندي هذه الكلمه القصه عندي وهذا البليدنج والاندوميتريال كارسينوما ده حصل في premenopausal lady ايه الكونديشن مش بي اسوشيتد؟ اكيد لازم يكون عندي مصادر للديستريشن يعني اندوجينس اكسوجينس. فاكرين دايما السؤال الخميس اللي بقوله ده؟ اندوميتريال كانسر تيجي في سن كبير. طب لو جت في السن الصغير اشك في ايه؟ اشك نمره واحد ان عندي دي سي او ده الاسوشيتد كونديشن مصدر للهايبر استروجينيك. او اشك نمره اثنين ان عندي اوفيريان استروجين بروديوسنج كانسر. اوفيريان استروجين بروديوسنج كانسر ادي المصدر الثاني للاندوجينس. او اشك ان عندي حضرتك مصادر وما قاليش بقى تشك في مصادر ايه؟ ادي الكونديشن هم دول التو كونديشنز اللي عندي. بي سي او او مين عندي؟ او يكون استروجين سكريتنج كانسر بوكس. كومنت اون ذا بروجنوز اوف ذيس كيس. بروجنوز اخباره ايه؟ فيري جود. ليه حضرتك فيري جود؟ ايه اللي دايجنوست؟ نمرة اثنين ليت سبراد. نمرة ثلاثة رير ليمف نود سبراد. ايه اللي دايجنوز او اللي بيزعلوك من الدمويه؟ تاني حاجة عندي ليت سبراد والسبراد بتاع الكانسر اندوميتريوم مين لي دايركت. واخر حاجة رير ليمف نود سبراد. امال ليمف نود سبراد اكتر فين؟ كانسر سيرفيس. برافو عليك. علشان بس اللارش تيشوز اللارش ممكن تمشي هايبر فيزي تصور لك بروفيشن لو قال لي انفنشن دايجنوز اقول له هايبر فيزي يعني كارسينوما هايبر فيزي لو قال لي انفنشن دايجنوز انا عايز بروفيشن دايجنوز واحد. اوكي سبعه واحدة عندها 25 سنة صغيرة جدا جدا جرابيدا 2 فارا 1. يعني ايه جرابيدا 2 فارا 1؟ حامل للمرة الثانية ومخلفة عايزة. Who's last menstrual period?
اربع اسابيع كامل ماشي، واخر دوره كانت من اربع اسابيع. ريزلتت من الامرجنسي روم وذ كومبلينت اوف لور ابدومينال بين which began in the right lower quadrant 4 ايام ago and now is localized to the lower abdomen. استنى بقى، واحدة عندها 25 سنة عندها دورة من 4 سنين وجات لنا الامرجنسي روم عندها وجع جامد جدا في البطن، ابتدى الاول تحت يمين وبعد كده جمع تحت خالص البطن. حرارتها 37.9 لا سخنة، بلاد بريشر 120/80، بلس 92 مش شورت. Physical examination demonstrates bilateral lower abdominal pain with adnexal tenderness. وفي وجع على الناحيتين بيزيد اما بحرك السيرفس which is exacerbated with movement of the surface. An IUCD strip is noticed protruding from the surface with a yellow white discharge. She has no nausea, vomiting or dizziness. ايه الحالة؟ acute ايه؟ acute PID. على مين حضرتك؟ على لولب عندي. لولب عندي لقينا ان في شرايط اللولب عندي موجودة، الفتلتين طالعين، ونطلع منهم ايه؟ discharge. العيانة جت بمين لمين؟ جت مين لي؟ بوجع. ابتدى على ناحية، على انبوبة على ناحية، وبعدين جمع في اللور ابدن. واما فحصتها لقيت عندي adnexal tenderness على الناحيتين بايلاترال وبيوجعها جامد اما بحرك السيرفكس. امتى بحرك السيرفكس الست تتصور؟ مبدئيا القصه دي اسمها ايه؟ سايكوات ايموشنال. اديني حالتين دي، الاكتوبيك يا اكيوت بي اي دي، الاكتوبيك يا اكيوت بي اي دي. يبقى فعلا العيانه دي لغايه دلوقتي يا اكتوبيك يا اكيوت بي اي دي وتفكيرك زي الفل. والاثنين يا دكتور ممكن يحصلوا بسبب مين؟ بسبب اللولب. شوف القصه بقى بس ازاي؟ الاثنين كل ما ده بتوع السيرفايكال موشن تندرنس والاكتوبيك او الاكيوت بي اي دي، الاثنين بتوع مين؟ بتاع شريط اللولب اللي اتبدل عندي. بس شكلها تمشي اكتر اكيوت بي اي دي ولا اكتوبيك؟ بي اي دي. عارف ليه؟ عشان صفر ونزل علينا الشارج. وعارف ليه ما تمشيش اكتوبيك؟ علشان ما عندهاش نوزيا وبومتنج وديزنس اعراض الحمل، وعشان ايه؟ نوت شورت. دكتور نعم؟ مش عارف، عشان يلخبط. يعني في اسئله بتتحط كده عندي لاست مينستر فيلم. طب لاست مينستر فيلم اربع اسابيع، يعني ممكن يجي عليا الدوره ممكن او تبقى عادي، او ممكن ايه ما تجيش تبقى من ريك تكمل معايا مين؟ اكتوبر. يعني فاهم القصه ايه؟ عشان يفتح، عشان يفتح. اسئله كتير قوي من المنظر ده. وجرافيتي 2 مش عارف ايه جرافيتي 2 الصراحه. ما هي لو جرافيتي 2 تبقى ايه؟ تبقى حاجه مش بتبقى ايه؟ ده مش عليك، مش عليك، مش عليك. What is your professional diagnosis? How to confirm it؟ يلا شباب، ايه البروفيشنال دايجنوست بتاعي؟ نمره واحد اكيوت بي اي دي، نمره اثنين اكتوبيك بريكنس. How to confirm الاكيوت بي اي دي؟ انا عن نفسي الصراحه عشان يبقى فيه انفكشن اكيوت هسحب من الدمامه اي اس ار وتوتال اكسيتي كاونت وسي ار بي. ولو انا لسه شاكك حددت البطنه ايه؟ انظر لابروسكي. هاو تو كونفيرم ات اي اس ار توتال اكسيتي كاونت لقيتهم عاليين اروح على طول لابروسكوب عشان اقول ان دي اكيوت بي اي دي. طيب يا دكتور وهاو تو كونفيرم ان دي اكتوبيك؟ عايز اسمع كلمه واحده بس. بيتا اتش جي، بيتا اس جي المفتاح. ازاي دي اكتوبيك يبقى بيتا اس جي؟ What are the precautions taken in IUCD to avoid such condition؟ وعلى فكره بمشي الحاله كلها ان هي مين؟ ان هي انفكشن، ان هي عندي اكيوت بي اي تي عشان حكايه 37.9. What are the precautions taken to insert an IUCD to avoid such condition؟ على رأيي الصراحة أسيبتك تكنيك قطع الترابس شورت وأنا بركب قد مين؟ بروفلاكتيك أنتيبيوتيك. أسيبتك تكنيك وأنا بركب وبعدين في الآخر أقص عند الترابس شورت شوية وبعدين أدي بروفلاكتيك أنتيبيوتيك عشان لو ده ما يجيليش إنفكشن.
What would be هي عربية ماشية كلها acute PID على شكل بعض. What would be the correct treatment in this case وهمشيها معك من acute PID. ايه correct treatment عندي؟ عارف عندها كم سنة؟ 25 سنة. عارف العريق ومخلينه كم مرة؟ عارف العريقين الصغيرين الخلفين مرة دول مخاف عليهم يجيبوا مين؟ كرونيك بي اي دي بروتنال بصف. العيانة دي لازم تبقى hospitalized وتديها دكتور الانتيبيوتيك ريجيمنت بتاعك. What is the correct treatment in this condition عندي؟ hospitalization and antibiotic. وتروح كاتب له الشباب اللي عايز يجيب امتياز ريجيمن 1 انا مش فاكر ايه هو ريجيمن 2 ولا ده ريجيمن 3 انا فاكره كام؟ امبيسيلين جرامايسين فلاجين امبيسيلين جرامايسين فلاجين انتبهت المستشفى انتبهت على فكره ده كلام واقعي ده اللي احنا بنعمله بس لو عايز فيه بس كلمه بلس ريموف ايه؟ ريموف الايسين بلس ريموف الايسين. What is the sequelae if this condition is not treated promptly chronic PID? If large adnexal mass are found, would this change your management? انا ليا رأي الصراحة. ايه رأيك انت؟ لو لقيت ماسز ابسس يعني اي ابسس على جديد يبقى دي ويت يبقى حضرتك would this your management؟ يس طبعا. Drainage by laparotomy after improvement of the general condition. Drainage by laparotomy after improvement of the general condition. Okay, after improvement general condition. Comment on the prognosis of this case. طبعا عندي البروجنوست if not treated properly سهم كرونيستي سهم adhesions سهمين ectopic أو infertility. If not treated properly سهم كرونيستي سهم adhesions adhesions وطلع من adhesions سهمين إيه اللي يحصل؟ يا ectopic infertility هو ده هو ده اللي عايز اسمع. اوكي كيس نمرة 8 الكيس نمرة 8 دي هي اللي احنا بقى عايزين نجاوبها. بص ورقة بلس 1 يعني اثنين واحدة صغيرة ومسقطة مرة presented في الريسبشن روم بديفيوز but severe abdominal pain وجع for which she had antispasmodic over the past one week بقى لها اسبوع بتاخد هذا الوجع مسكنات ديفيوز لكن مش دي. Her menstruation is irregular over the past 15 days بقى لها 15 يوم عندها نزيف بيحصل. على فكرة نزيف في الرجل ده اسمه ايه؟ ديتوراج ماشي. She also has a history of vaginal spotting after intercourse for the past year. هي ده المصيبة. After intercourse ده ماشيين ان في حاجة فين؟ في السيرفكس. والحاجة اللي في السيرفكس دي انفكشن ايه؟ يا مانكس. On examination. Pulse 110 beat per minute. Blood pressure 100 على 60. يعني تعبانه كده شويه شغل كده شويه. تمبريتشر 37.2 ابدومنال اكزامينيشن بطلع كلها بتوجع بس ماكسيمم بالذات على الناحيه اليمين رايت ايليال فوس. بي دي ريفيل تندر موفمنت اوف ذا سيرفكس وش لوك اجلي ان هيلثي اون سبيكولار اكزامينيشن. عارفين يا جماعه القصه الملخبطه دي كلمه السر فيها مين؟ فين في البطن ومعاه تندر موفمنت اوف ذا سيرفكس دي اللي اسمها سيرفايكال موشن تم. انا على فكره مألف كيس واي كيس في سيرفايكال موشن تمبرنس هي حاجه بتدي ايه ايه؟ اه هي دي بقى الاجابه يبقى وات ار ذا تو بوسيبيليتيز فور ساتش ستوري يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما اكتوبيك يا اما تبقى اكيوت بي اي دي برافو عليك يا اما تبقى ديستربد اكتوبيك مش اي اكتوبيك disturbing ectopic وليه يا دكتور دلائل تقول لي ان دي ممكن تبقى disturbing ectopic pulse 110 blood pressure 100 على 60 وبالفترة اللي فاتت عمال ينزل الريجولار بيه bleeding اوكي وليه يا دلائل ان الست دي ممكن تكون عندي acute PID ان البين اخبار ايه يا دكتور diffuse بالذات على اني ناحية اليمين وانتوا فاكرين عندي المصايب كلها بتحصل فين اليمين ناحية الزايدة عندي اوكي. طب ايه يا دكتور حكايه السيرفكس عندي اللوكال ان هيلثي ده هنا يلبس في بنت عندي يانج
معناه ان هي عندها ايه؟ مالجنسي ولا انفكشن؟ انفكشن. السيرفيس اللي كانت بتشتكي منه لمده سنه من سبوتين ده كرونيك سيرفيسايتس. والسيرفيس حضرتك اللي لوكينج عندي ان هيلثي ده انفكشن كرونيك سيرفيسايتس. عايز اقول لك ان مش كل ما اقول لك قلت لك البيبي تقول لي سي اي دام لا ممكن ينفع ايه؟ سيرفيسايتس. وفعلا انفكشن والانفكشن ده اتنقل من السيرفيس لفوق على التيوب فينفع يجي لها اكيوت بي ار دي او ينفع من الانفكشن على التيوب يجي لها مين؟ الكرونيك بريكس. طب انت لو احترت والقصه بالمنظر ده مايعه تماما هطلب منها طلب واحد يبقى اسمك اتخرجت دكتور سي دي وات از ذا كيفر دايجنوستس. طلب واحد الحاله دي عندنا مشهوره بالمنظر بتاعك عندك. لا دي روشه قوي كيس 9 دي كله يصرف واللي يجاوبها واحد بس يرفع ايده ويجاوب يا مسموح. واحده عندها 17 سنه متجوزه بقالها شهرين يا بختها presents to the clinic complaining that her husband has difficulty in intercourse. قرينا على امها intercourse. During history taking the patient admits to never having a menstrual cycle. ياه طب انت خليك تتجوزك وانت سيده عمر بالك دوت. الدوش ستيتد ذات هير بريست وور نورمالي ديفلوب بعد سن 12 هذا اللي خلاها فاكر ان هي بص عليك. There is no breast, there is no breast discharge and the patient has no other symptom. يبقى ما جالهاش الدوره وجوزها ما عرفش يعمل انتركورس والبريست كويسين. On examination, it seems that there is no opening of the vagina. اوبا مش هينفع. And lower abdominal mass is felt. لا خلاص. The ultrasound reveals no uterus and confirms the presence of this mass. Also, IVD was requested. بقول لك ايه؟ عارف الكيس الكي بتاع هذه الكيس اسمه الفرشة بيوزك ايه؟ Absent uterus with present breast. طب absence uterus with present breast ملهاش الحلية. يعني سيكل اوتوميزيشن يا مونيريان اجينيسيس موجود عندي. يا مونيريان اجينيسيس موجود عندي. اوكي. And you know, yes, what is the most likely cause of fear amenorrhea? طلع منه سطرين. يا اما مونيريان اجينيسيس يا اما عندي فيستيكولار فيمينيزيشن سيندروم. اوكي. اما ايه اللي ايه اللي ايه اللي هو الابدومينال ميز؟ ادي مالهاش الحلين اللي جاوب تيس ده جامد موت بس قريت الكلام ده. اللي هو الابدومينال ميز دي مالهاش الحلين. لو انا بستعمل الارتمينيزيشن دي مين؟ اندستاندد تيست. وغالبا حصل فيها ايه؟ وحصل فيها مالينس علشان كده كبر. طب لو مولين اجينس حد جاب هيقول ايه؟ بقى اوكي. يبقى لو عندي مولينيان انجينيسيس اسوشيتد بنسبه 30% مع رينال انوميليز علشان كده طلبنا لها ايه في الاخر اي بي بي. لو ليك السيكلر كومنايزيشن سيندروم اندستاند تيست. لو دي حضرتك عندي مولينيان انجينيسيس اكتوبيك كدني. برافو عليك يا احمد. How would you establish the menstrual pattern اللي موجود عندي؟ No way except what? Except what? No way. How would you establish her menstrual pattern عندي؟ No way. ما فيش أي حل عندي كده. Okay. Comment on her future fertility؟ إيه جاب دي نوي. ملهاش حل؟ ملهاش حل. No way. ملهاش أي حل. ملهاش أي حل. Establish menstrual pattern إزاي؟ وأنا ما عنديش uterus يا جماعة. عامل كومنت تاني. Comment on her future fertility. الكومنت الوحيد only intercourse could be allowed after vaginoplasty. Only intercourse could be allowed after vaginoplasty. Why
what are other causes of amenorrhea with stress and breast؟ لا احنا خلاص جاوبنا من روما ايه ايه يا اما عندي الكوليريان اجينيسيس يا اما عندي الحاجه الثانيه اللي هي السيكوندازيس سيندروم. ماشي. Why IVP was asked for associated renal anomalies 30%. ثلاثة. الكيس اللي بعديها كيس 10 كيس 10 واحنا عندنا 34 سنة باراتو خليكم مرتين has come to your office with secondary infertility بقالها 3 سنين ما خلفتش تاني secondary infertility test for ovulation history self-geography and laparoscopy show no abnormalities تقريبا كل الاختبارات بتاعتها show no abnormalities she gives prior history of repeated cauterization for cervical erosion يعني كان عندها cervical erosion بتاعت cervical infection عملتها cauterization a post-coital test is done ordered والله انا معاهم حق يعني هي اما اختبارات الأوفري واختبارات التيوب والمنظار من فوق طلع كله سليم فاضل لي يبقى لعيب في مين؟ في السيرفس وليهم حق يعملوا بس كوينتال تاست خصوصا ان الدي هيستري اللي عملت ايه قبل كده تدمير عندي على السيرفس قبل كده فاول سؤال بيقولوا لك what would be the proper time for such a procedure؟ ايه التوقيت بتاع البوست كوينتال تاست؟ هو اسمه ايه تاست؟ اسمه عندي بوست كوينتال تاست بيتعمل امتى يا دكتور؟ during mid cycle 6 hours after intercourse يبقى ايه التوقيت بتاعي؟ mid cycle يوم ايه يا دكتور؟ يوم عندي الovulation within 6 hours of intercourse خلال 6 ساعات من intercourse يعني ايه الحكايه يا دكتور محمد؟ الحكايه ان البوست كوينتال تاست ده هو الاختبار اللي هشوف فيه حضرتك هل هذه الحيوانات المنويه عارفه تمشي عندي في هذا السيرفايكال ميوكس ولا لا؟ عارفه تخوض ولا لا؟ علشان كده لازم اختار اليوم بتاع السيرفايكال ميوكس يبقى احسن توقيت له في احسن حاله له في احسن حاله للسيرفايكال ميوكس يوم الاوبيليشن. ميد سايكل. اشمعنى يا دكتور؟ لان يوم الاوبيليشن بيبقى مين عالي؟ الاستروجين عالي. طب وانت عارف لما الاستروجين عالي بيخلي السيرفايكال ميوكس ايه؟ ووتري. بيخليه ووتري. فمين يعرف عندي يعدي؟ اللي يعرف عندي يعدي الاسبرم. يبقى هذا الاختبار علشان اعمله هو اختبار زي ما احنا قلنا قبل كده ان السيرفايكال ميوكس ممكن يكون حلو لوحده. والسبرم ممكن تكون حلو لوحده. زي ايه بالظبط؟ زي لعيبه الكوره يلعبوا عندي في التدريب كويس. وزي ارضيه الاستاد انا بشوفه في التلفزيون كويس. لكن انا معايا بقى بيديله العدو على يعرفوا يلعبوا ولا لا. بس عشان تحطهم في هذا الاختبار لازم عندي كل حاجه تبقى في احسن حاله. يعني ايه يا دكتور؟ احسن حاله للسيرفايكال ميوكس من سايكل يوم الاوبريشن ويكون الاستروجين في عزه. يعني ايه احسن حاله للسبرم؟ ان يكون الراجل ده السيمن اناليسيس بتاعه ايه؟ نورمال. البوست كوينتال تاست ما بيتعملش غير كده. لازم راجل يجي السيمن اناليسيس بتاعه نورمال اللعيبه كويسين لوحده. والست عندي ميد سايكلينج يعني الجيله بتاعت الارضيه كويسه لوحده. وبعدين ايه؟ دخلهم مع بعض. خليهم يعملوا انتركورس وخد عينه في خلال كام ساعه؟ خلال 6 ساعات. عارف بقى لو اللعيبه اللي هم المفروض في السيمن اناليسيس زي الفل والنجيله اللي هي ظهرالي عندي في الاستاد في التلفزيون زي الفل، عارف لو اللعيبه اما فعلا دخلوا على النجيله ما عرفوش يلعبوا، عارف ده معناه ايه؟ If the results are to be abnormal, if the possible reason and the management in this case. لو ما عرفوش يا دكتور اللعيبه عندي يخشوا ويلعبوا، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في مشكله في السرفايكال ميوكس او في مشكله عندي في السبرم، خليت السبرم ما تخش مش عارفه تمشي. حاجتين اللي على السرفايكال ميوكس. هو السرفايكال ميوكس ما طلعش السرفايكال ميوكس عندي كويس، ليه يا دكتور؟ اخترنا التوقيت بتاعنا وحش، جينا نحسب لها اليوم الميد سايكل ما عرفناش نختارنا هذا اليوم كويس. لو قبليها بكام يوم يومين ثلاثه لسه الاستروجين ما وصلش لعزه. لو بعديها بكام يوم البروجسترون طلع فخلى هذا الميوكس فيزيت. طب الحاجه الثانيه على السيرفايكال ميوكس هو جلاندولار سكريشن. الجلاندز مضروبه ليه؟ انت ضاربها بدواء اسمه مين؟ كلومين. ليه كلومين بيخلي جلاندولار سكريشن رشا؟ عشان انتي استروجين.
او عامل previous cotria او mutation زي في الحالة بتاعتي عامل previous cotriaization. يبقى اخد اول حاجتين دول واقول دي عبين فين في السيرفايكال بيوكس. طب فاضل لي عبين في السبيرم. ايه العبين اللي في السبيرم؟ يا يكون عندي infection يا يكون عندي antibodies مش مخليني اعرف عندي امشي infection او antibodies موجود عندي. هذه العبين اللي عندي في السبيرم. دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم عندي النتائج الوحشه بتاعت السيرس اونر بوست كوردن تست عندي. ماشي. If this patient were to become pregnant, يعني هتحمل باسم الله, and during delivery progress was slow, give a possible reason and management in such case. سبب slow progress اسمه ايه في الحالة دي؟ cervical dystocia اللي ناتج عن قبليه الدكتور, ناتج عن previous cauterization كذا مره والكوتري تدمر السيرف, cervical dystocia. طب حد جاي يقول لي ايه المانجمنت بتاعي؟ مانجمنت بتاع كلمة واحدة بس, according to partogram continue progression of labor by the partogram. يعني ايه by partogram؟ بنعمل ايه في الممبرين؟ بنرشر ونستنى بعد كده قد ايه؟ ساعة. لو الكونتراكشن ما جاتش اروح مدي مين؟ اوستوس. وعندي خط اسمه الالت لاين وسبت له اتاخر قد ايه؟ ساعتين. وخط اسمه اكشن لاين وسبت له اتاخر كام ساعة؟ 4 ساعات بعمل تايسرويد بس. انا هعمل ايه في السيرفكس؟ مين اللي قال لي احاول اوسع اقصه ولا اعمل ايه في السيرفكس؟ احرقه اعمل فيه ايه؟ انا ماليش دعوه. يبقى انا ماشي ازاي؟ اكوردنج تو بارتوجرام وخلاص. كيس 11. يلا عشان اخد كيس 11 وناخد بريك. واحده عندها 22 سنه وبارا مش مكتوب with an ovulation for the past 3 years. خليها نان ريبورت, خليها نان ريبورت يعني ما خليتش قبل كده. With an ovulation for the past 3 years, بقالها 3 سنين انا بجيلها. Has been put on Clomid and HCG, دي بتعمل induction of ovulation بقى, Clomid and HCG for induction of ovulation. But pregnancy has not occurred in spite of continuation of therapy for the past 6 months. يعني دكتور بيو اس سي بقى لها 6 شهور وما جابتش نتيجه. فأبو عايزه تحمل بقى عندها ريبريش. اول سؤال, how was the patient followed during management؟ ازاي كنا بنتابعها واحنا بنيجي الكوميد والاش سي شي؟ قال لي كانت قالت كده يا دكتور. بنتابع الحراره حاجه اسمها ايه؟ باي فيزيك فيزا باي تمبرشر. لو زدت نص درجه يبقى العيانه بقت اوبيولاتر. بنتابعها في البيت مع نفسها. انما انا هتجيلي علشان اعمل لها متابعه بالسونار اسمها ايه؟ فوليكلومتري. ولما توصل لكام تبقى؟ توصل ل 18 ل 22 مللي يبقى وايد ستاوت. طب وتالت حاجه هتتابع منين؟ بروجستيرون. ولو فعلا حصل لها تبويض البروجستيرون ده يبقى اكتر من كام؟ اكتر من 11. اقل من 3 انا بجد 3 ل 11 بيتم الاستخدام. 11 بقت العينه دي مين؟ اوبيلاتري. ماشي. المتابعة. طيب بيقول لك الست دي ما خلفتش ليه؟ حد له اسباب؟ discuss the disabilities of failure of conception. رغم ان هي بتاخد ايه وايه؟ كل ميت وقالش السشين. قول لي نمره واحده تفكر في ايه؟ جدع يا ولد. other factors. other undiagnosed factor. فعلا معاك حق. ممكن يكون اي حاجه ثانيه انت مش مشخصها. فين الاشعه بتصور؟ فين المنظار؟ فين؟ تاني حاجه يا دكتور, عيب الكلوميد الاساسي اللي بيبوظ مين؟ سيرفايكال ميوكس. يبقى الحاجه الثانيه ايه السبب الثاني اللي ما خففتش؟ فور سيرفايكال ميوكس. عاد مكتوب في الورق تحت عنوان فيلير اوف كلوميد ثيرابي. سيرفايكال ميوكس عندي حضرتك فور سيرفايكال ميوكس باي كلوميد. طيب وايه الحاجه الثالثه وايه الحاجه الرابعه؟ عارف ان انا ممكن بالكلوميد عندي حضرتك اخلي عندي الفوليكل تكبر لكن مش قد كده poor quality. فما تبقى poor quality حضرتك بتديني حاجه اسمها corpus luteum insufficiency. يعني انت حضرتك بتدي كلوميد وبتطلع اوفا لكن الاوفا ما تطلعت حضرتك اي كلام اسمها corpus luteum insufficiency. ده الحل التاني. العينه بتوبيليت لكن associated corpus luteum insufficiency. طب وايه الحل الرابع؟ الحل الرابع حضرتك ان وانت بتدي كلوميد وانت بتعمل اتش سي جي وعايز تفرقع البويضه ما عرفتش عشان في عندي مرض اسمه ايه؟ ليوتيم فيبري. اسمه ايه؟
ميتونايت اند رابشر فوليكلز لو سندروم. يبقى عندي اربع حاجات، يا اما عندي في سبب اخر وده اغلب، يا اما الكلوفيد بتاعنا باوز سيرفايكال ميوكس، يا عندي حاجتين تانيين ريليتد بالكواليتي. عندها بالكبر فوليكل بس ما عرفتش تفرقعها كويس، يبقى ظبط جرعه الاتش تي جي اللي متفرقعه دي اسمها ميتونايت اند رابشر فوليكلز سندروم. فرقعت الفوايدر لكن الناتج اللي طلع كورتس ميتين اي كلام، دي اسمها كورتس ميتين انسفيشنس بور كواليتي، عملت بس بور كواليتي. طب هو تحب الموضوع ده حد عنده فرح وات از ذا نكست اندكشن باي الحاجه الاقوى، اندكشن باي الحاجه الاقوى اللي هي مين؟ اتش ام جي اللي ماشي للتكتيك ايه فيلد اي بي اف. يبقى بعد كده وات از ذا نكست induction by crisis minus induction by human menopause and dynamic routine. انا ماشي عندي جهاز الترتيب بالمنظر. طب ولو فيلت كمان human menopause and dynamic routine IDF بقى قلم عندي IDF ماشي ده. كيس 12 عارف علاج الكوربس للجنس سفيشنس وعلاج اللي اتمنى رشا كوربس سندروم بالكلومين ده indication for HMG. لما تيجي تبص على الاشياء اللي بتاعت الجمله الانتجيشن بتاعته ريتيرن تيست افكت او ريكونستراكشن بروسس. واحده عندها ثلاث سنين ثلاث سنين بنت صغيره عندها ثلاث سنين ريفير تو يو فروم ذا بيدياتريك ديبارتمنت ويز ذا كومبلينت بينج ريبيتد بلاد ستين اوف ذا اندر وير. دم 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 نازل على الاندر وير البنت عندها ثلاث سنين. On examination, you found a breast bump on both sides. You then proceed to order an X-ray of the wrist and hormonal profile. لا ده كلام ترويج ده. ده سؤال دي كده أسئلة صعبة موت. بنت عندها ثلاث سنين وفي نازل عليها شوية دم. إيه كلمة السيرف اللي هنا دي كلها؟ breast bump. يعني إيه لقينا عندنا في breast bump؟ يعني البنت دي عندها إيه؟ precocious puberty. Precocious breast bump. What is the most likely diagnosis? Precocious puberty. Now, doctor, علشان breast bump اللي فرقت عندك. طيب. Why was the X-ray ordered? عارفين ليه؟ علشان correlation مع مين؟ مع age. Correlation of the chronological age with the bony age. Correlation ما بين الكرونولوجيكال ايج وذ ذا بوني ايج عامل علاقه بينهم. طيب لو لقيت عندي ان انا سالك البون ايج اكسلريتنج ايه السبب اللي بيعمل اكسلريشن؟ الكوسيف هرمون افكت في عندي هرمونات عاليه بتخليني اكسلريت. طيب لو انا لقيت نفسي متاخر ديسلريتد يبقى ايه الحل؟ ملهاش غير حل واحد هايبوثايرويدزم. برافو عليك هايبوثايرويدزم. طب لو لقيت مفيش فرق هي عندها ثلاث سنين والسن العظمي بيقول عندها ثلاث سنين يبقى النوع ده من بريكوشن بيورتي اسمه ايه؟ ايزوليتد انكمبليت فورم ملوش علاقه بالهرمونات خالص. انكمبليت او ايزوليتد فورم ملوش علاقه بالهرمونات خالص. عشان كده فعلا ليهم حق اول حاجه بنعملها هي الاكس راي. طيب يا ابن الخبيثه دي ونت تو اد سي تي بريد؟ يس 90% of precocious puberty are idiopathic, but 10% may be true, brain tumor. You want to add CT scan brain? I wrote 90% idiopathic, like 10% may be to brain tumor. That's what I'm saying, half of men. What hormones would you order? Tell to me. أنا الصراحة رأيي لو لقيت البول إيج أكسلريتنج يعني معناه إن في هرمون، وهرمون من اثنين يا باشا نحكم في براين اسمها ايزوسكشوال، يا باشا نحكم ماسكولاين هيتيروسكشوال. يعني إيه ايزوسكشوال؟ يعني استروجين يبقى هرمون الاستروجين. طب يعني إيه هيتيروسكشوال؟ يعني حاطه من أندروجين. حاطه من أندروجين. بس ليهم تكملة. يعني إيه ليهم تكملة؟ لو لقيت يا دكتور الأندروجين عالي يبقى ليه هيتيروسكشوال ففي هرمونات تانية. ايه ممكن يكون مصدر عندي الاندروجين؟ سوبر لينا الجلاند شغاله بايه؟ في عندي كوشنج سندروم يبقى عاطل هرمون اسمه كورتيزون. ادي هرمون تاني لو هي هيتيروسكشوال كورتيزون عشان كوشنج سندروم.
طيب سكر لاند شغال هيتيريو سكشوال علشان عندها مرض اسمه كونجنتال ادرينا هايبر بليس، يبقى اطلب هرمون تاني اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون. يبقى الاندروجين دي لو هي قلبت في راجل هطلب هرمونين تانيين بتوع ان السكر لاند تتنشط، ايه هما؟ 17 هيدروكسي بروجستيرون ده بتاع كونجنتال ادرينا هايبر بليس، وهطلب حضرتك كورتيزون ده بتاع كوشن سيندروم. طب لو لقيت الاستروجين عالي معناه ايه يا مين؟ فيمينايز الايزوسكشوال. طب الايزوسكشوال ده هل هو ترو ولا بريفرال؟ سنترال عندي ولا بريفرال؟ ترو ولا فولس؟ ازاي فرق بينهم؟ الافس اكشوال يبقى جنب الاستروجين الهرمون الثاني اللي هيطلب الافس اكشوال قال اكش افس اكشوال قال ده سؤال خميس جدا اما رسمه كارثه السؤال ده افس اكشوال قال اكش. What is the further management according? لو لقيت تيورش عالج التيورش، تيومر يتشال. لقيت استنت كده اليوباسك استروجين ادي انتي استروجين. لقيت كده ماشي ناحيه الاندروجين، لو لقيت عندي سبب يتشال وادي الادويه الانتي اندروجين تطلع. If there were no ماشي اوكي وعندها عندي بروجين ماشي يعني انا بتكلم بشكل عام انا كده بتكلم بكوشن بشكل عام، لكن فعلا في الحاله بتاعتنا دي بريست برضه بروجين بليزنج بقى هي ماشيه ناحيه مين بس؟ عايز سكشوال بس. بس انا عايز زي ما تقولي كده افكر الناس في نفس الوقت. برافو عليك. If there were no breast butt حته خبيثه قوي. لو قلت 50 جنيه بتاعت الشركه دي هتحط تاني لو قلت الجو. لو ما عنديش بريست بط برافو عليك تفكر في ايه؟ بط انفستيجيشن عارف يعني لو بنت جاتلك عندها ثلاث سنين وعندها شويه دم نازلين ما عندهاش بريست بط مش بتخش السنين عارف فكر في ايه؟ افكر في سبب جنرال للبليدنج جنرال كوز بليدنج امراض بطنه اي اسباب بقى للثرومبوسايتوبينيا اي اسباب بتاعت البليدنج تندنسي او لوكال افكر في ايه زي ما انت بتقول بلفو جنرالز اشهر سبب عندي هو البلفو جنرالز. ماشي يا شباب؟ انا بس بقول عندي ممكن امشي دلوقتي حالا. انا مش عايز ابني بريك وتقولي ما رجعتش تاني. عايز على الاقل نكمل كده كام كيس بحيث ان احنا لو مشينا خالص يبقى الكيس اللي باقيه نحلها يوم الخميس مع بعض. مش كيس 13. واحده عندها 25 سنه. برايمري كتريتي بقالها ثلاث سنين جت عيادتك وكونسنتريشن ماشي. الهاسبنت از نوت مسجون غلط ما ينفعش عيانه تقيله بتاعت كتريتي وما لهاش رزق ماشي. اند هاز نيفر بين تو دكتور بيفور هذا عمره ما راح لدكتور يخش عمره ما راح لدكتور قبل كده. شي هاز ريجولار كلينكس وسكوليكي لور ابدومينال بين في اليوم الاول والثاني. عندها دورات منتظمه وعندها كوليك ابدومينيس بس اسمها ماشي. She has had a previous appendicectomy اربع سنين قبل كده. وكانت عندها زياده من اربع سنين ماشي اوكي. سبازماتيك ديسمنوريا متجوزه من ثلاث سنين برايمري انفيرتيليتي وعملت الزيت غير كده مفيش حاجه. Examination revealed a well developed female حاضر with normal breasts ونو breast distortion حاضر. Abdominal examination باين clean the scar بتاع الابندكتوم while pelvic examination is good. Do you think this patient is ovulatory? Why? Ovulatory? Yes, طبعا. Why? لان ده واحد علشان primary infertility وحالات primary infertility لا ده بس كده انا مش عشان ovarian cause علشان مين حضرتك الاسبازماتيك ديسمنوريا برافو عليك. اوكي How could you confirm your diagnosis؟ دلالة عليه النمرة كلها. إن أقول له عندي في عندي اختبارات وفي عندي صفحة كاملة، إزاي عندي أكونفيرم إن الستات أوفيلاتري؟ سواء من الهيستوري أهم سؤال ريجيولاتري ريجيولايتي الدورة منتصف. والإنفستيجيشن عندك بيزل بادي تمبرشر، عندك حضرتك ألترا ساوند، عندك بروجسترون بيتعلم هو ده الاساس.
What is the significance of an appendectomy? And they lead to adhesions. Maybe because they lead to adhesions and then maybe because of mesh. But in the first investigation, you must order for care. Hey, I will end the investigation. تروح تخلي جوزها يعمل سيمن اناليسيس طبعا اللي ما جاش معايا واللي انكسر انه يروح لدكاتره قبل كده تمام. سيمن اناليسيس اول حاجه اطلبها منك وات ار ذا بوسيبيليتيز. طب اديك التليفون معلش اجي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. لا تنسونا من صلاة دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.